قريب من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. بيراميدز يتعادل سلبيا مع بطل تنزانيا في ملعبه. ما زال مباراة المصري مع بطل أوغندا انطلقت الساعة 3 عصرا. مباراة الأهلي بإذن الله 5:30. كابتن أسامة مبروك فوز الزمالك. ألف مبروك لنادي الزمالك، ألف مبروك لجمهوره. نتيجة إيجابية في توقيت مهم لنادي الزمالك بعد كل الصراعات اللي نشفتها الفترة اللي فاتت والأحداث المثيرة في القيد وقفل القيد والمشاكل المالية الكبيرة اللي الناس تحدثها عنها. إنما في الآخر شخصية نادي الزمالك طبعا شخصية نادي الزمالك النهاردة ولاعبته بتقول لا، احنا هنقول لكله ستوب وكل واحد يقف، احنا عندنا مهمة قروية لإسعاد الجمهور الزمالكاوي. فألف مبروك لجمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك كله، مكسب مهم في أدغال أفريقيا، لأن عجبني كلمة أدغال أفريقيا، لا منشط حلو جدا. ده مبروك، وده استعادة هيبة نادي الزمالك في الانتصارات الخارجية خارج ملعبه في القارة الأفريقية. أشرف بن شرقي صالح جماهير بعد الفرصة اللي ضيعها في الأول؟ طبعا، لأن كانت الناس هتتحمل أشرف بن شرقي فوق طاقته، لأن طبعا كان الهدف في التوقيت الصعب اللي ضيعه مع انتهاء الشوط الأولاني كان بيقول إن هو مش مركز بشكل كبير جدا. إنما أنا راهنت معاك على نقطة مهمة جدا، على دفاعات فرقة أوسكار الكيني. الناس بتسيب الناس تاخد مساحات السلم براحتها وتروح براحتها، وقدر يوصل لحد ما دخل جوه الست يرضى عشان يحطها على يمين حارس مرمى أوسكار الكيني. قدر ان هو يصالح جمهور نادي الزمالك بالهدف ده، لان كان هيبقى عليه ضغط كبير وعبء كبير لو ما كانش، بالاخص ان الزمالك بصوره عامه انه يكسب المباراه، وبالاخص انه يكون اشرف بن شرقي هو اللي بيجيب الهدف ده. بيقول لجمهور الزمالك انا بعتذر لكم، وانا في اللي جاي هبقى مركز اكتر عشان احقق انتصارات مع نادي الزمالك. مكاسب نادي الزمالك مباراه النهارده شايفها ازاي؟ لا، في مكاسب كتيره كابتن عمر، يعني مكاسب محدش يقدر ينكرها. واحنا اتكلمنا في البدايه واحنا بنقول مبروك للنادي الزمالك ولجمهوره. الجمهور الفتره اللي فاتت كان سائر بشكل كبير جدا، كان غضبان بشكل كبير جدا من الازمات الماليه، الملفات الكتيره اللي مفتوحه جوه نادي الزمالك، الازمات اللي بيشوفوا فيها بعدم قد اللعيبه، بعدم التدعيمات، ان انت مش قادر تدعم بلعيبه من خارج النادي. قدر المكسب ده هيقفل زي ما انت قلت كده بيبان كتيره في السكه دي، عشان الناس وجمهور نادي الزمالك الوحيد اللي فعلا من كل قلبه بيدي نادي الزمالك كل حاجه هو جمهوره، ان يقدر يقول لجمهوره لعيبه نادي الزمالك ان احنا هنساعدكم. والموضوع الاسعاد هيبدا من القاره الافريقيه وبدايه الموسم من القاره الافريقيه بالثلاث نقاط مهمه جدا، ده هتحل ازمات كبيره جدا داخل نادي الزمالك في المرحله القادمه، وبالاخص ان نادي الزمالك داخل على مرحله انتخابات، والانتخابات دايما في الحتت الانديه اللي بتبقى فيها الانديه الجماهيريه اللي فيها عدم استقرار مادي واداري. وخلي بالك انا جبت كلمه المادي قبل الاداري، يعني في انديه ممكن تكون عندك انتخابات ان هو عندك استقرار مادي فما بتحسش بالمشاكل طبعا. انما تبقى ما يبقى عندك ما فيش استقرار مادي ويبقى كمان ما فيش استقرار اداري، هنا بتبقى فيه هزه للفرق الكبيره بتحصل مع جماهيرها. انما النهارده يقدر نادي الزمالك بشخصيه لعيبته وشخصيته ان يقول انا جوه القاره الافريقيه هقدر اعمل حاجه، ده انت النهارده بتقفل البيبان، حتى البيبان اللي هتتفتح عليك عشان الانتخابات، البيبان هتتفتح عليك عشان الازمات الماليه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. لا، لعيبه نادي الزمالك واضح ان هي فاصله نفسها عن كل الاحداث اللي بتحصل في نادي الزمالك، وتقول ان انا في اللي جاي هبقى ليا شكل كبير جدا اذا كان في القاره الافريقيه او في الدوري المصري. التغييرات النهارده شفنا الزمالك كانت تغييرات مهمه بدا، بس يعني اتاخرت شويه، ان بدا بشيكابالا مكان سيف الدين الجزيري، ومحمد عبد الشافي مكان بن شرقي، وعبد الله جمعه بدل زيزو، كان كلها تقريبا في اخر ربع ساعه بالظبط كده بعد الدقيقه 70 بالدقيقه 75. وفي ناس كمان، يعني احنا ما شفنا كمان رؤى شفناه في الدقيقه 90 يعني خلاص كان الماتش بيخلص خالص. انما تغييرات مقنعه جدا وبتقول حاجة مهمة جدا يا كابتن عمر، زي ما اتفقنا على الرؤية بتاعة التشكيل من بداية المباراة، أنا رايح أكسب المباراة. حتى التغييرات اللي تمت كانت تغييرات كلها لصالح نادي الزمالك من النواحي الهجومية وليست الدفاعية. يعني لما أشيل سيف الجزيري وأحط شيكابالا يبقى أنا بزود كده بلعب من غير فرود صريح، إنما بزود النواحي الهجومية، إن يقدر أشرف بن شرقي يهاجم، إن يقدر يوسف أوباما يهاجم، إن يقدر زيزو يهاجم، إن يقدر شيكابالا يجي، يبقى أنت لعبت خلاص بأربعة كلهم يعرفوا يروحوا على الجون من اي حته. الراجل عايز يحط تاني بالظبط كده،
لان هو لقى ان فرقه تذكر الكيني ما عندهم مشاكل في التمركزات الدفاعيه، وده اتكلمنا فيه مع قبل بدايه المباراه. قلت بتحركوا عشوائيين بالظبط كده، بيتحركوا تحركات عشوائيه في المساحات الدفاعيه. قدر نادي الزمالك يعمل الاختراقات، وقدر يوسف اباما لو شفنا اكتر من فرصه يروح على الجون، وقدر شيكابالا يروح، يعني في فرص قدر نادي الزمالك انه يوصل بيها، منها الانفراد التام ليوسف اباما اللي خبطت في رجل الحارس وخرجت. كلها فرص قدر نادي الزمالك بتغييراتها، بالتغييرات اللي عملها، ان تبقى لصالح نادي الزمالك. حتى اما حب يغير، اما يغير بن شرقي وغير زيزو، كان على حساب نزول عبد الشافي وعبد الله جمعه الاثنين. طب ايه المهام اللي يقدر يقوم عبد الله جمعه وعبد الشافي؟ لعب عبد الشافي باك شمال، ولعب فتوح في الحته الهجوميه، لان فتوح من الحاجات اللي بيحبها جدا انه يعدي نص الملعب الثاني هجوميا، عشان بيحب يوصل للجون. فحتى وهو بيقفل الماتش وعايز يحافظ على النتيجه بتاعت 1-0، خلى في ناس تقدر توصل للجون وتقدر تدافع بشكل كويس، اذا كان من خلال فتوح اما بقى هاب، اذا كان من خلال عبد الله جمعه اما بقى هاب، قدر يعمل ده. ومع نهايه المباراه قدرنا نشوفه ان هو يغير امام عاشور اللي استهلك بشكل كبير جدا، وبهنيه على الاداء الرائع اللي ادى بيه، ان كان بيلعب اول ما الزمالك يفقد الكوره بيلعب سته جنب طارق حامد، اول ما الزمالك يستحوذ على الكوره بنلاقيه ثمانيه تحت المهاجمين يعمل كثافه هجوميه، فكان في الحته دي في المنطقه دي وفي المساحات دي. لا بشكره جدا على الاداء الكبير اللي عمله، ونزور رؤى عشان يقفل اخر دقيقتين في المباراه ويقفل الملعب عشان يطلع نادي الزمالك بانتصار كبير من قلب كينيا في ادغال افريقيا، عشان الجمله اللي انت اخترتها اللي عجبتني دي، في ادغال افريقيا، ويرجع بنتيجه ايجابيه، مكسب على تذكر الكيني 1-0. الزمالك كده نقول الزمالك تاهل ولا لسه في مهمه في ماتش العوده اللي هو يوم 22؟ أنا شايف المباراة هنا في مصر أسهل بكتير جدا من كينيا. هيبقى الفريق الكيني ما عندوش حاجة يبكي عليها، عايز يفتح الخطوط، عايز يهاجمك، عايز يأدي مباراة يطلع بيها بشكل كبير، وأنت الزمالك يقدر يستغل المساحات اللي ما استغلهاش بشكل كويس النهارده، لان كانت ممكن النتيجه النهارده تبقى اكتر من هدف، يعني اكتر من هدف ممكن النتيجه كانت تبقى 2-3 لو نادي الزمالك لعبته مركزه وعندها اصرار انها تحرز اهداف اكتر من كده، كان يقدروا يعملوا ده. انما بتهيألي في مباراه العوده يوم 22 لا، الزمالك هنا هيكسب بنتيجه مرضيه للجمهور وبنتيجه محترمه كبير. احمد ابو جبل شايفه ازاي النهارده وبشكل عام حراسه مرمى الزمالك؟ بص احنا اتكلمنا طبعا في موضوع حراسه مرمى الزمالك بصفه عامه، ان احنا قلنا كان في حاله تخمه كبيره من الحراس اللي موجودين في نادي الزمالك، وقلناهم تقريبا بترتيبهم ابو جبل وعواد اللي موجودين دلوقتي وخروج جنش ومحمد صبحي. التخمه الكبيره دي اتفضلت على حارسين كبار، حارسين مثلوا منتخب مصر الاول، منهم محمد ابو جبل لعب المباراه بتاعت ليبيا وادى باداء مرضي للجمهور الكره المصريه بصفه عامه والجمهور الزمالك بصفه خاصه، انه يقدر في التوقيتات اللي يحتاجوا فيها المنتخب او نادي الزمالك يكون على قدر المسؤوليه ويكون بشكل كويس جدا. انا شفت ابو جبل كتير وسافرت مع الزمالك والمنتخب، صراحه ابو جبل حارس يستحق يكون حارس رقم واحد، يعني يقدر، يعني في غياب لا يقدر، يعني مش عايز اقول ان هو حارس بيسد ازمه، لا هو حارس يستطيع يكون رقم واحد في اي وقت. الحارس الكبير المنتخبات غير الانديه، بمعنى المنتخبات النهارده الحارس اللي موجود فيها ليه تصنيف، وده ما بيقللش من قيمه الحارس. بمعنى ايه يا كابتن؟ يعني بمعنى ان انا مثلا لما اقول ان عندي حارس ده رقم واحد، ان الشناوي رقم واحد فده ترتيبه، هو الشناوي رقم واحد في منتخب مصر بالظبط كده، ان ابو جبل رقم اثنين فده ترتيبه، لا اعرف ارتبه، انما في الانديه انا ما عنديش الحارس الاوحد، لازم دايما بيبقى عندي حارسين او ثلاثه كلهم شكل بعض، لازم اشتغل. يعني اما الزمالك يبقى فيه كان ابو جبل وجنش وعواد في الموسم الماضي، الثلاثه بالنسبه لي رقم واحد، ما ينفعش انا اقول اصل ده رقم واحد وده رقم اثنين، بس دي مشكله برضه. يعني انت هتاخدني سؤال اقول لك، طب انت سياسه الدور ولا تثبيت الحارس؟ لا تثبيت الحارس باي شكل من الاشكال، وهي فرصه وقت ما تجي لك تمسك فيها وتأدي فيها بشكل كويس جدا وبشكل كبير جدا، طول ما انت اللي بتأدي ده حقك ان انت تكون موجود في الملعب. انما اما زميلك هو يكون بيكافح وبيشقى عشان يوصل لمرحله ان هو يكون رقم واحد وهو في المنافسه معاك وتجي له الفرصه، لا اكيد هيبقى هو يكون ابو جبل. فهنا الاختيارات يا كابتن عمر في المنتخب شكل، في حراسه المرمى، في الانديه شكل تاني خالص. الانديه
تقدر تخلي اكتر من حارس هو ترتيب في التصنيف رقم واحد. تمام. وده بالشكل الرؤيه العامه. يعني لما تيجي النهارده تيجي تقول لي نادي الزمالك مثلا في التوقيت الحالي في ابو جبل وعواد وحارس ناشئ، هل الثلاثه هيبقى رقم واحد؟ لا طبعا، هيبقى عندك ابو جبل رقم واحد، عواد رقم واحد، اي حارس ناشئ طالع بعد كده هيبقى في التصنيف بعده. فده منطقي جدا. اما تروح في السكه الثانيه بتاعت المنتخب، اما تيجي تقول لي ابو جبل وشناوي رقم واحد، انا اقول لك لا، هنا نعمل الصب، هنا في تصنيف اعرف اصنف. انا بقى كمدرب صنفت ابو جبل رقم واحد يبقى هو ده تصنيفه، صنفت الشناوي رقم واحد يبقى ده تصنيفه، يبقى هنا ده التصنيف اللي انا بعرف اشتغل عليه. هنا المنتخب يبقى فيه رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه. افترضنا رقم واحد اللي موجود ده يعني في وقت اخفق فيه مش ماشي كويس مثلا مع النادي بتاعه، ورقم اثنين متالق مع النادي بتاعه، بيستمر رقم واحد زي ما هو ورقم اثنين زي ما هو في المنتخب؟ لا طبعا بتتغير، ودي احنا شفناها في الحدث بتاع التغيير بتاع ابو جبل وجنش. اما ابو جبل كان بيلعب دور رقم اثنين، بتكلم في رقم اثنين رقم واحد. ما هو هنا بقى في، ما هو نفسه هو هو، ما احنا بنتكلم هنا في التصنيف، التصنيف هنا اتغير، اتغير التغييره دي كانت لصالح مين؟ كانت لصالح محمد الشناوي. ليه؟ لان انت فتره من الفترات قبل اصابه جنش، لو نرجع بالذاكره شويه كابتن عمر، قبل اصابه جنش كان الشناوي وجنش ماشيين تقريبا جنب بعض، يعني الدنيا قريبه في التصنيف رقم واحد، انما ما فيش مسافه بعيده. فتره من الفترات قبل ما الزمالك يقعد ابو جبل احتياطي ويلعب جنش، كان برضو واحنا كمنتخب لما جينا نحط القائمه بتاعه الاولمبياد حطينا الشناوي محمد الشناوي ومحمد ابو جبل، فكانوا الاثنين قريبين من بعض. انما جت التغييرات اللي حصلت في نادي الزمالك ادت تغيير الكفه ناحيه محمد الشناوي التصنيف رقم واحد، وفي مسافه بعيده شويه بينه وبين رقم اثنين بالنسبه له دلوقتي اللي هو محمد ابو جبل. انما ده ما بيقللش من قدره محمد ابو جبل او الحراس الموجوده في المنتخب. اي حارس موجود في المنتخب فده حاجه من العظماء في الكره المصريه، ده شرف كبير بالنسبه لاي حارس يلبس تيشيرت المنتخب المصري. انما التصنيف هو لازم بيكون في تصنيف من واحد لحد اربعه، من واحد لحد خمسه، على حسب الاختيارات والرؤيه اللي شايفها المنتخب. ممكن يكون من واحد لحد سته، ممكن يكون من واحد لحد سبعه، انا في الترتيب وابتدي هختار مين في التوقيت ده. انما انا مصنف كل حارس بعدد الماتشات، بادائه، بالشغل الجماهيري. اما نيجي دايما نبص الانديه كبيره زي النادي الزمالك والنادي الاهلي، لا، لازم الحارسين الكبار اللي بيلعبوا بيمثلوا نادي الزمالك والنادي الاهلي، لانهم عندهم من الخبرات الافريقيه اللي انت بتشوفها زي ماتش النهارده ده، عندهم من الثقه الكبيره تحت الضغط الجماهيري الكبير. انديه كبيره بتجيب حراس كبيره عشان تلعب وتادي بشكل كبير. اخيرا يا كابتن، دلوقتي في قرار طبعا عوده الجماهير لمباراه الدوري اللي هينطلق يوم 25 اكتوبر. موضوع وجود الجماهير في الملعب، واحنا لنا اكثر من سنه من غير جماهير، تؤثر على حراس المرمى ولا؟ يعني في حارس بيلعب تحت الضغوط وحارس غير ضغوط، وجود الجماهير هيأثر في ترتيب الحراس؟ في حراس هتقع مننا وحراس هتألق ولا هيحصل ايه؟ دي بترجع طبعا بترجع لشخصيه الحارس. ودي نقطه مهمه جدا حضرتك اتكلمت فيها، انا عارف انا كنت جون يا كابتن عمر قبل التحكيم، انه بترجع لشخصيه الحارس وقدره الحارس على ثباته الانفعالي وعلى الثبات اثناء الضغط الجماهيري. انما دايما الماتشات الجماهيريه بتنصب في مصلحه الانديه الجماهيريه دائما. ففي حراس كتير جدا بتنفعل وتتاثر مع سخونه المباراه، وده اختلاف التركيز، فيخليك انت اكتر عندك الدوافع ان انت تتالق افضل واحسن، وتحب ان عايز تستمتع وتمتع الجمهور والناس تسمع الجمهور وهو بيقول اه، يعني الاهات بتاعه الجمهور في الملعب بيحب حراس يسمعوها. في حراس ثانيه في التكوين الشخصي بتاعه تحت الضغط الكبير الجماهيري يبتدي تحصل في حاله هزه، تركيزه يقل، يبقى قلقان متوتر. دي حاجات طبعا بترجع لشخصيه الحارس. شوفهم، لا، في حراس موجوده بالشكل ده، انما في حراس كبيره طبعا ما بتفرقش معاها والخبرات واللعب الكتير، انما في حراس ظهرت في الدوري المصري ولعبت في الدوري المصري بدون ضغط جماهيري، فالحراس دي هنبتدي اما نشوف الجمهور. انما 1000 و1000 يعني 2000 مش هيبقى التاثير الكبير زي ما كان المدرجات بتمتلئ على اخرها. ونتمنى يا رب، ودي خبر اسعد جماهير الكره المصريه واسعد كل اللي بصراحه يعني احمد دياب. احمد دياب شغل كويس جدا، رحت الحفل بالورعه، حاجه مبهره جدا، تنظيم رائع، كل حاجه عندهم اجابات ليها، عندهم
مفاجآت مستمرة بإذن الله، ربنا يوفقهم بإذن الله في الدوري ده. ودي أهم مفاجأة عملها الأستاذ أحمد دياب وكل مجموعة ومتعب وعماد كل المجموعة كلها اللي خاصة بإدارة الكرة المصرية. لا، الحاجة اللي أسعدت الناس هي عودة الجماهير، لأن كنا بنقعد دايما نسمع يا أستاذ عمر إن حتة إن الجمهور هيرجع، الجمهور راجع، هنستنى الموافقات، هنستنى، إنما الخطوة الإيجابية بداية نواة إن شاء الله التزام جماهيري. وسمعت عن نظام الدخول والنظام اللي راح يتم تحقيقه إزاي، ويعني القصة بتاع كورونا، فيعني حاجات احترازية كبيرة جدا. إنما في الآخر أنت بجد يعني نائب أحمد دياب وكل المجموعة اللي معاه أسعدت جماهير الكرة المصرية بهذا القرار. بالتأكيد أنا رأيتنا كده. الله يخليك يا وش حلوة زملك. حبيبي يا رب دايما كده، ودايما أكون باجي معاكم في انتصارات النادي الأهلي والمصري والنادي الأهلي والنادي المصري ونادي بيراميدز اللي اتعادل النهاردة، برضو نتيجة إيجابية محترمة بنشكرهم عليها، ويا رب تكمل بالنادي المصري والنادي الأهلي والكرة المصرية دايما تبقى في حالة ازدهار ومواكبة للكرة العالمية. بإذن الله يا كابتن نورت. ربنا يخليك. شاهدي متابعي التلفزيون اليوم السابع، كنا في استوديو تحليل مباراه الزمالك وتذكر الكيني اللي فاز فيها نادي الزمالك بهدف اشرف بن شرقي، وفي نفس الوقت نادي بيراميدز تعادل مع بطل تنزانيا بدون اهداف في الكونفدراليه، وكلنا بنتابع برضو ماتش المصري مع بطل اوغندا سلطات الموارد، اللي هو الماتش بدا من الساعه 3 ولسه حتى الان في الشوط الثاني، وبعد قليل هيكون مباراه النادي الاهلي مع بطل النيجر الحرس الوطني. وهيكون معاكم زميلنا احمد عصام في استوديو تحليلي مكملين معاكم في التلفزيون اليوم السابع.